بس قبل ما ابلش الفيديو خليني احكي لكم شغله مهمه بسرعه. الدستور والقانون الاردني كفل لي حق التعبير عن رايي. بالقانون الاردني الماده 15 بتحكي تكفل الدوله حريه الراي ولكل اردني ان يعرب بحريه عن رايه بالقول او الكتابه او التصوير وسائر وسائل التعبير بشرط الا يتجاوز حدود القانون. مش انه بس اشي مسموح انك تعمله، لا، الدوله بتحكي لك انت اعمله واحنا بنحميك. فاي اعتداء علي او على حريتي بعد هذا الفيديو يمثل اعتداء واضحا على القانون الاردني. ومش بس هيك، لا، ويمثل اعتداء واضحا على اوامر الملك. الملك قال في خطابه انتوا اضغطوا من تحت وانا بضغط من فوق، بما معناه انتوا انتقدوا وعبروا عن رايكم وانا بساعدكم، لاني شايفك اللي ماسك التليفون وتحضر الفيديو بتستنى يخلص الفيديو عشان ترن علي تحكي لي. والله يا ريت اذا بتقدر تشرفنا بكره على المكتب. ليش؟ شو في؟ انا شو عملت؟ ما بنقدر نحكي على التليفون، بتشرفنا بتعرف انت شو عامل. شايف كيف؟ هينا وفرنا على بعض رصيد وخمس دقائق حكي. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. طيب يا جماعة، هذا الفيديو موجه للملك شخصيا، بتمنى انه يوصلك الفيديو، واذا وصلك بتمنى انك تحضره كامل. واسمع بالله عليك، اذا وصلك شيك على اسمي شوفني محبوس ولا لا. اذا كنت محبوس سووا هذا الفيديو قولهم هذا اليوتيوبر كويس طلعوا لي. انت الملك، انت تعمل كل شيء بدك اياه، شوفني اذا محبوس قولهم يطلعوني، بس طلعوني هيك اعطيني مكافاه 20-30 ليرة نطلع انا وايمن على عمان ناكل برجر. طيب يا جماعة، قبل نص ساعه كنت قاعد بقلب على فيس، قاعد بقلب زيك وشوف شو في اخبار ويطلع لي فيديو لايمن. فتحت الفيديو حسيت حالي فاتح فيديو لهاني شاكر ومصطفى كامل مع بعض مجتمعين من قوه النكر. الفيديو كان عباره عن زي هيك: انا الحياه ما بدي اياها، سلمولي على امي واحكي لها اني بحبها، كنترول اطلع لي فيها. الفيديو كان فيه ثلثين احتياط العالم من الاغاني العراقيه، بس خلص الفيديو بتحكي احا هذا الفيديو لواحد مقبل على الانتحار، هذا الفيديو لواحد عمره 35 سنه واكتشف جديد انه اهله متبنيينه. بس المشكله مش هون، المشكله انه بنفس اللحظه كنا انا وايمن قاعدين بناكل شاورما، انا بطلع عليه وهو جنبي احا اذا قاعد باكل شاورما مبسوط والحياه حلوه، انا بقول له مال امك يا زلمه، انا توقعت اطلع عليك بعد الفيديو الاقيك انتحرت بحبه شاورما، هو بيقول لي لا يا زلمه سعاد اسمع البطاطا تاعتك بدك اياها. لا يا زلمه شو بدي فيها البطاطا، انا اصلا شريت الوجبه عشان اعطيك البطاطا واكل الكرتونه. خلصنا فيديو ايمن، كملت صفحه على الفيسبوك، بنزل وتطلع بوجهي هاي الصورة منزلتها جريدة الغد، بدي اياكم تطلعوا فيها خمس ثواني. تن 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 A few moments later. تن تن تن. هسا المفروض بس اشوف هيك الصورة اطلع عليها ثلاث ثواني احكي يا الله الله يعينه ويرزق يا رب وتنزل. خلص انا بدي انزل ما اقدر، بدي انزل، ايدي مش راضي زي كأنها بتحكي لي بدك تضل تطلع في هذا الزلم يا ابن الوسخة يا اصبع انزل مصمم. خلص حسيت الاصبع صحيح، زمان ما وريتكم اصبعي، قلت اطمنكم عليه ما زال معوق وراح يضل معوق مدى الحياة. بعدين طالع له تجاعيد بتحسه اصبع عمره 84 سنة. تخيل الملك يوصل الفيديو يحضر ويشوف اصبعي. عادي الملك هذا اذا بعمل لي له عملية. شو العملية؟ بشتري لي ايد جديدة. بالله عليك يا ملك اذا كنت بتحضر بالفيديو انك تحط لي لايك هيك. تخيل الملك يجي يحط لك لايك على فيديوهاتك وانا صافن بالصوره واصبعي خلص علق صار يحكي مع الصوت الداخلي. هذا الصوت الزنخ بتعرفه اللي بخليك تضل تروح تفتح الثلاجه، تكون قاعد بامان الله ما بتحس انه واحد جوا عقلك بحكي اسمع خلينا نروح نفتح الثلاجه نشوف شو فيها، بتروح تفتحها وبتسكرها وبترجع تقعد، بعديها باربع دقائق برجع بقول لك اسمع خلينا نروح نفتح الثلاجه نشوف شو فيها. طب ما انا عارف شو فيها، يعني ما راح يطلع صحن رز بحليب من العدم هيك، بتقضيها طول الليل رايح على المطبخ تفتح الثلاجه وتسكرها وترجع تدخل. هذا اللي بحكي معك بعقلك اقسم بالله العظيم انه ازلخ مني، يجي بدك تنام بيجي عليك بقول لك اسمع امسك التليفون خلينا نشوف كم الساعه، تمسك التليفون بتشوف كل شيء موجود بالتليفون الا الساعة. تمسك التلفون الساعة واحدة بتتركه الساعة واحدة ثاني يوم، مرة ما كانش معي نت أصلا خلاني أدخل وأمسح الصور القديمة، وأنا قاعد صافن بالصورة ولا هذا الصوت داخلي بحكي لي أبو هيكل مش لازم تظل ساكت على اللي بتشوفه، لازم تطلع تحكي أقل ما فيها. وأنا بقول له سيبني منك، هاي مش الثلاجة نروح نفتحها ونسكرها، هاي بتسكر علي باب ما بفتح مدى الحياة. رجي علي بحكي لي إذا أنت بدك تخاف تحكي وهو بده يخاف يحكي، مين بده يحكي لعاد؟ مين بده يعمل تغيير؟ أنا هون صفنت قلت له والله إنك صح إنك ابن وسخة بس أقنعتني، يعني إذا أنا يوتيوبر عندي مئات الآلاف من المشتركين اشتركوا بالقناة لأنهم مهتمين يسمعوا رأيي بالأشياء بتصير بالعالم، عندي تقريبا على القناه 10 مليون مشاهده معظمهم من الاردن، يعني تقريبا ما في كائن حي بشري بتلفس موجود في هاي البلد الا شاف هذا الخشم. طب اقسم بالله هي مصيبه، يعني نسبه ارتباطي بالاردن صفر، اذا انا بدي اخاف وهذا بده يخاف وهذا ما بجيب له مشاهدات وهذا خايف يروح منه اعلان مين بده يحكي؟ وهذا الزلمه انتشرت صورته في كل مكان ومش هو لحاله، حتى اذا بتشوف في امهات باكلوا من الزباله وفي اولاد صغار باكلوا من الزباله، حرفيا الناس وصلوا لمرحله ما معها توكن، يعني مش عارف قاعد بطلع صور وبحكي في شيء اسوء من هيك، يعني الناس قاعدين باكلوا من الزباله شو ممكن يصير شيء اسوأ من هيك، يعني اكثر من هيك تنزل ما في، انت هيك خلص صرت بنهايه القاع. طلع على الزلمه هذا لابس شماغ الاردني وغالبا بيكون متقاعد عسكري، يعني الزلمه خدم البلد 30 40 سنه من عمره عشان بالاخير بعد 40 سنه خدمتي الدوله تزت براتب 220 دينار، طبعا 220 دينار بالاردن يا دوب تدفع اجار بيتك، فلما يكون الزلمه ختيار حرفيا ما بظل من راتبه ولا شيء شو ممكن يعمل؟ كيف بده يعيش؟ كيف بده ياكل؟ طبعا هذا هيك والزلمه خدم البلد افنى حياته كلها بالجيش الاردني، يعني لسه قاعدين بنحكي عن واحد هيك بالنسبه للناس وضعه كويس، يعني لسه ممكن تلاقي في ناس مش ملاقيين زباله
ياكلوا منها، لانه خلص الناس خلصت الاكل بالزباين. فلما الحكومه تيجي تقول لك اه الشعب الاردني قاعد بوكل من الزباله، ما اكل خرج الشعب، هذا الزلمه شكله متقاعد عسكري خدم البلد ما معاه ياكل، شو ممكن نعمل؟ وهون الحكومه طلعتكم بفكره اختم طبله، حكيت لك اه بنطلع على لبنان بنجيب خبيره اتيكيت لبنانيه بنوظفها براتب 10000 دينار. اقسم بالله الخبر حقيقي يا جماعه، وهي صوره التوظيف. يعني انت عندك شعب بوكل من الزباله بتروح بتوظف وحده وظيفتها ما لامها داعي براتب 10000 دينار. هذا هو التصرف السليم لما تتش الصوره لمتقاعد عسكري بوكل من الزباله. يعني انت حرفيا عزمت واحد عامل رجيم على منصب، بس هون اجى لك واحد ثاني فلت بالحكومه قال لك انا عندي الحل. قاعد هيك على طاوله الاجتماعات هاي الدائريه وقعد الوزراء والنواب جنبه وحكى لك انا عندي الحل اليوم في الشعب ياكل من الزباله بعد الان. هذول قاعدين قاعده الاغنياء هاي على الطاوله الدائريه وقدامهم في فواكه وعصير مانجا. نفسي اعرف ليش الاغنياء ما بيشرب غير عصير مانجا. عادي ترى بتقدر تشرب عصير برتقال، ما راح تموت والله، مش حتصير فقير زينا. حكوله شو الحل؟ قال لهم احنا جبنا خبيره اتيكيت من لبنان واعطيناها راتب 10000 ليره بس بعد الشعب ياكل من الزباله. معناته طريقه تفكيرنا غلط، شكله لازم نعالج الخلل الموجود عند الشعب لانه الشعب جد مبين عليه طفران ما بتخوف. هاي خبيره الاتيكيت شكلها ما راح تلاقي لنا الحل المناسب. خلص بعد جلسه عميقه مع الاثرياء القاعدين والوزراء والنواب طلعوا بالحل النهائي اللي بده يعالج مشكله الفقر عند الشعب. اجى هذا الرئيس القاعده اللي غالبا بكون قدام في صحف فواكه كبير قال لك خلص انا طلعت بالحل، احنا كم سياره عندنا للوزراء والنواب؟ اقوله والله عندنا 300 سياره رينج روفر، يا دوب سعرهم شو 600 مليون. فقال لك عشان هيك الشعب طفران قاعد بوكل من الزباله، هذول السيارات كلهم ينكبوا وبتروح بتجيبوا لي سيارات تسلا كهربائيه من الوكاله كبير. برضه مش مصدقيني صح؟ طب هي الخبر هسه اكيد الشعب بس يصير عنده خبيره اتيكيت من لبنان وسيارات كهربائيه جديده للمسؤولين والنواب، طبعا راح يتحسن وضعه ويصير معاه مصاري. الشغل بدهاش الثاني يفكروا فيها. انا بس عندي سؤال واحد للوظف خبيره اتيكيت براتب 10000 دينار، خبيره الاتيكيت بتعلمك كيف تاكل باتيكيت، طب هاي كيف بدها تعلم الشعب كيف ياكل باتيكيت من الزباله؟ شايف يا عمو هاي اللي عليها دبانه من الاتيكيت ان ما ناكلها قبل ما ينكش الدبانه، بتعملها كشكش دبانه بتاكلها بتاكلها. فبعديها بفتره احا زادت نسبه الفقر عند الناس، حتى اذا بدك تروح تاكل من الزباله بدك تحجز تيكت، ما في بدك تصف على الدور. بعدين هيك لما تسمع صوت محمد هيكل شباك رقم 4 الحاوي رقم 6، الحاويات عليهم ازمه هاليومين عند الاردنيين. فشايفين هذا الزلمه الغني قدام صحف فواكه كبير كان ياخذ قرارات، هذا الزلمه قال لك انا بستسلم، انا عملت كل شيء بقدر عليه اني اخلي الناس تصير معها مصاري بس ما اقدر، يعني اكثر من اني اشتري سيارات ب 500 600 مليون للوزراء والنواب شو اعمل؟ مسك صحن الفواكه شمطه بايده وقال السلام عليكم، انا الزلمه راحل بملياراتي بمصاريه بسياراتي ومش قادر احل الموضوع. اجى مجلس النواب قال بس احنا المنحل الموضوع هذا، كيف الشعب الاردني ياكل من الزباله ومجلس النواب موجود؟ اجى رئيس مجلس النواب عمل لك قاعده قال لهم يا نواب الشعب ياكل من الزباله، شايفين الزلمه؟ شايفين المره؟ شايفين الولد؟ كل الشعب قاعد ياكل من الزباله. طلع لك واحد من النواب قال بس انا عندي الحل، ما في اكل من الزباله بعد اليوم. قال بما ان الشعب الاردني قاعد ياكل من الزباله، شو رايك نروح على اسرائيل نشتري منها غاز بقيمه مليار دولار؟ اجى عليه واحد قال له بس احنا اصلا بنصدر غاز، يعني احنا عندنا غاز ليش نشتري؟ واصلا بنجيب غاز من مصر اذا نقص علينا. قال له لا، إذا بدنا نحل مشكلة الطفر عند الأردنيين لازم نشتري غاز من إسرائيل أقل إشي بمليار دولار ونوقع اتفاقية معهم لمدة 10 سنين. مش مصدقين إنه هالصار برضه؟ طب هاي الخبر قدامكم، راحوا دفعوا مليار دولار لإسرائيل عشان إسرائيل تشتري فيهم أسلحة ودبابات وصواريخ تقصف فيهم غزة، والحياة حلوة وصلنا الغاز مع إنه أصلاً عندنا غاز يعني، بس لازم نشتري غاز من إسرائيل. الصدمة اللي بعدها أنا بديش أصدمكم فبدي أحاول أجيب لكم إياها شوي شوي. جاهزين؟ ايه ما انحلت مشكله الفقر عندنا بالاردن اقسم بالله. يعني الجماعه وظفوا لك خبيره اتيكيت ب 10000 دينار، غيروا 300 سياره، اشتروا غاز بمليار دولار من اسرائيل وبعد الشعب بوكل من الزباله. شو يعمل؟ فهون اجى لك رئيس الوزراء هذا اللي بيشبه ماهركم قال لكم تعالوا انت اللي قدامك صحن فواكه كبير وانتم يا مجلس النواب شو قاعدين بتخبصوا؟ يعني مش منطقي القرارات اللي قاعدين بتاخذوها، هاي القرارات اللي بتاخذوها كيف ممكن تساعد المواطن؟ انت جاي تشيل 300 سياره وانت جاي توقع لي اتفاقيه غاز مع اسرائيل، هذا الحكي راح يزيدنا فقر وراح يصير الشعب ياكل من الزباله اكثر واكثر. قال لهم اقعدوا انت وياه، انا عندي الحل اليوم، خلص الشعب ما راح ياكل الزباله بعد اليوم، رئيس الوزراء وصل يا كبير. اجى مجلس النواب اللي بيقول يلا يا ماهركو ورينا شو ممكن الحل تبعك. قال لهم بس خلص قلت لكم لا شعب ياكل من الزباله بعد اليوم. طلع خطف فيهم وقال انا عارف انه الشعب تعبان وطفران وعارف انه في ناس كثير قاعدين باكلوا من الزباله، انا اسف يا اردن على كل لحظه انا ما ساعدكم فيها بس هيني اجيت عشان انقذ الموقف، عشان هيك انا رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونه اقرر تعيين ابني مدير في رئاسه الوزراء براتب 4000 دينار. تخيل تكون رئيس الوزراء وتجيب ابنك تعمله مدير على رئاسة الوزراء، زي كأنه ابوك فاتح مطعم هيك وحطك كاشير بالمطعم، انه هيك خلص يا ولد بدل ما تضل قاعد بالدار ما بتعمل ولا شيء، روح صير مدير برئاسة الوزراء اشمط لك 4000 دينار شهري، وتسلى فيهم انت واصحابك، اطلعوا على شرم الشيخ، انزلوا على عقبة، يعني 4000 دينار ممكن يسلكوك لاخر الشهر، إذا ما سلكوك عادي يا زلمة بحطك مدير في شركة الكهرباء، رئيس وزراء أنا يا زلمة بعمل شو ما بدي، أقسم بالله العظيم يا جماعة غريب غريب جدا اللي قاعد بيصير، يعني مش عارف يا إن احنا شعب مغنود يا إما احنا بناخذ المصاري وبنخبيها عشان الحكومة ما تعرف. مش معقول بعد كل الحلول العبقرية هاي بعدنا طفران
خسرانين وملوكين من الزبالة. يعني الجماعة جابوا لك خبيرة اتيكيت اكل براتب 10000 دينار وغيروا 300 سيارة من سيارة عادية لسيارة تسلا الكهربائية، ورئيس الوزراء وظف ابنه هيك مدير برئاسة الوزراء، ومجلس النواب وافق على صفقة الغاز مع اسرائيل بمليار دولار. طب احا كيف بعد كل هذا بعدكم طفرانين؟ فهون مدير دائرة الضمان الاجتماعي حس انه في غلط. مدير الضمان الاجتماعي يعني مستقبل كل الاردنيين بايده، اكيد يكون معاه الحل الحقيقي. مسك رئيس الوزراء قال له تعال اهبل انت يا زلمه، بقول لك الشعب طفران بتروح توظف لي ابنك براتب 4000 دينار؟ شو دخل راتب ابنك بانه المواطن يصير معاه مصاري؟ جمع المسؤولين كلهم شمطهم بهدله وقال لهم انا عندي الحل، تعال يا رئيس الوزراء كم راتبي انا؟ قال له 3000 دينار. قال له ارفع لي اياه ل 21000 دينار. والحمد لله تم وصار راتبه 21000 دينار. 21000 دينار اذا بسمع انا ما بدي اقول لك من وين لك ال 21000 دينار، ولا انت شو بتعمل عشان تاخذهم، ولا انه مين بدفعهم. اللي بدي اعرف بس انت كيف بتصرفهم؟ اذا 21000 دينار اذا بدك تاكل شاورما كل يوم ما بتصرف 40 ليره. بس يا جماعه عشان ما نظلم الزلمه، يعني بعد قرار رفع راتبه الحمد لله هذا الشيء اثر على الاردنيين طبعا، وصاروا ناس زياده ياكلوا من الزباله من وراه. هون الوزراء والنواب والاعيان والزلم اللي قدامه صاحن فواكه كبير عجز، اقول لك خلاص يا عمي احنا عملنا كل افكار لانه مش قادرين نحل هاي المشكله، مع انها مشكله بسيطه يعني المواطنين باكلوا من الزباله عادي شو يعني. المهم احنا بنروح على العقبه بنقعد باليخت تبعنا بناكل لحم غزال. بحكوا لك لازم نستعين بناس خبره اكثر منا. يشمط تليفونه الو رئيس الوزراء القديم تعال محتاجينك. خش رئيس الوزراء شو في نواب اعيان الزلمه اللي قدام صحن فواكه خبروني شو اللي بصير معاكم. اقول والله انا عندنا مشكله صغيره ممكن يكون لها حل عندك. يعني هيك في عندنا شعب هيك حيوان كلب عرس بوك من الزباله شو ممكن نتصرف معاها؟ نقتله ونخلص منه؟ خلص نقتلهم ولا نلاقي لهم حل خلاص هيك نمشيهم يبطلوا ياكلوا من الزباله؟ قال لهم والله شوفوا انا عندي الحل خلص انسوا الموضوع. بعد الحل تبعي فيش حدا راح ياكل من الزباله بالاردن، راح اخلصكم من هاي المشكله عشان تقدروا تسافروا وتروحوا وتيجوا متى ما بدكم بدون ما حدا يزعجكم. جمع النواب والوزراء عشان يعطيهم الحل. قال لهم يا جماعه انا بلاحظ من فتره انه الشعب الاردني بوكل من الزباله، عشان هيك قررت اعين ابني في الشركه الملكيه الاردنيه للطيران براتب 12000 دينار. والكل زقف وعمت الفرحه في كل مكان والكل انبسط. بس الصدمه انه بعد الشعب بوكل من الزباله شو هالشعب الحيوان هذا؟ والله انك ما بتسعي على حالك. يعني شو ظلوا يعملوا الجماعه؟ ما ظل غير يشتروا لكل واحد لهم طياره خاصه. خلاص اسعي على حالك يا زلمه دبر حالك. وهم قاعدين بنفس القاعده خش عليهم رئيس امانه عمان. شباب شو في كيف الوضع كيف القاعده؟ لقى الشباب والوزراء والنواب هيك متلقدين وخاف عقلهم. وشو في مالكم يا جماعه؟ ليش شو كنا طياره امريكا راحت عليه ولا انخزق العجل تبع اليخت تبعك ولا اللي كله سمح الله لحم الغزال تبعك طلع مش زاكي؟ حكوا له لا يا زلمه والله يا رئيس امانه عمان الشعب له فتره بوكي من الزباله يا زلمه. قال لهم هاي هي المشكله صغيره يا زلمه عند الموضوع. حكوا له والله الموضوع شوي صعب، كل اللي قبلك حكوا عند الموضوع بس ما حدا قدر يجيب حل حقيقي. اجى الزلمه هذا قدام صاحب فواكه كبير قال له اسمع اذا بتلاقي لي حل هسه اقسم بالله لازمك على برجر. قال لهم بس يا جماعه الموضوع سهل وبسيط، مش الشعب بوكل من الزباله وعملتوا كل حلول تعيدكم بس بعده مصر يضل ياكل من الزباله هالشعب الحيوان العرس المنافق. ليش ما نعملهم حاويات جداد عشان ياكلوا منهم براحتهم وخلص تصير الحاويات نظافه وكل شيء تمام وتصير لما ياكلوا من الزباله ما يصير اي مشكله؟ وفعلا ثاني يوم 20000 حاويه جديده في عمان. هي الخبر قدامكم يعني والله ما بمزح هذا الحكي جد للاسف. مشكله يا الله 20000 حاويه خلي كل حاويه مكلفه 10 ليرات، هاي 200 مليون بتحل مشكله الفقر فيهم. 200 مليون ولا مليونين مش المهم في ملايين يا زلمه. والحمد لله يا جماعه الحاويات الجديده انتشرت في كل عمان، هسه بتقدر تنزل من بيتك تجيب الكيس تروح على الزباله تنقي اغراض لاهلك. والمسؤولين خلاص هسه امورهم تمام باكلوا من صحن الفواكه الكبير تبع الرئيس تبعهم، واللي بده يسافر سافر واللي بده يروح يزور اليخت تبعه راح، مش مشاكل شعب باكل من الزباله هاي حاويات جداد ونظاف يلا روحوا كله براحتكم. هون دخل عليهم وزير الصحه دخل جون سينا قش عليهم قال لهم يو كان سمي، اجى بده ياخذ حبه تفاح من الزلمه اللي قدامه صحن فواكه كبير، قش على الوزير قال له ايدك ولا اوعى تصيبه هاي الفواكه ما باكل منها غير كبيرنا ملك اتخاذ القرارات. وزير الصحه دخل عليهم قال لهم اسمعوا انا مش حاب ازعجكم بس في عندي خبر هيك صغير عشان احطكم بالصوره، في شعب هيك بسموه الشعب الاردني سامعين فيه؟ هذا الشعب الفتره باكل من الزباله بس في حالات تسمم كثير والناس قاعده بتموت، شو ممكن نعمل عشان نمنع حالات الموت هاي؟ هون حكوا لك احنا زبطنا انه الناس تاكل من الزباله، طب الموت هاي كيف نظبطها؟ ذاكرين رئيس بلديه عمان ملك اتخاذ القرارات اللي قال لك بنحط حاويات جديده؟ هذا الزلمه نابغه، هذا الزلمه لازم يودوه على الناس دايره، مكانك مش بالاردن على قراراتك انت لازم على اليابان، احنا كشعب ما بنستاهل واحد بيتخذ قرارات بالطريقه الاحترافيه هاي زيك. فقال لهم بس الحل عندي، شو قلت لي يا وزير الصحه الناس مالها بتموت؟ يلا ارفعوا لي سعر القبر من 50 دينار ل 107 دنانير، خليهم يتعلموا هالشعب هذول كيف يموتوا من الحاويات، عارف انكم عرفتوا وحفظتوا خلاص بس للاسف انه برضه الخبر حقيقي 100%. اقسم بالله اقسم بالله العظيم كوميديا سوداء، هذه الواحد بيضحك على شيء المفروض يعيط عليه، يعني اكثر من انه الناس بتاكل من الزباله شو بدك توصل؟ قلتها باول فيديو اقل من هيك ما في خلص هاي النهايه، يعني ما في شيء ازبل من الزباله ناكل منه لو في بناكل عادي. بتمنى الرساله تكون وصلت يا جماعه وبتمنى انه الناس اللي قاعدين على طاوله الاغنياء هاي تاعت الاجتماعات وخصوصا هذا الزلم اللي قدامه صحن فواكه كبير انه جد لاقوا حلول فعليه، لانه اقسم بالله العظيم جد قرفنا. بتروح تشيل 300 سياره اذا بالوقت اللي فيه نص نسوان الاردن محبسه على قروض. كان معكم محمد هيكل يا جماعه، شوفوا الفيديو الجاي.